السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فاتحة حسان تيرف وفاتحة حسان قناة الأهل والأصدقاء والأحباب. تحية لجميع أخوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. Comme je passe le remerciement à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. Tahia, l'garnas li dafouj dad l'kanat. Kangulikum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mustouatatkum ou koutkum fkanat asdika kanat ahl wal ahbab. Kanshkurukum ala tika wa ala nzima moutmino annana nkounu and husn dhankum ou dhan al-jami'i inshallah. لأول مرة غادي يشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. ما تنسوش أخواتي إخواني أن الدعم ديالكم كيهم القناة، ما فيها بس اللي يدخل يشوف القناة يشوف الفيديو ديالنا ويستفد معنا، يشجع القناة بالبصمة الإعجاب، وإذا كان بالإمكان ديالو يبارطاجي لو ليان أو رابط القناة مع الناس اللي كيعرفهم، ودي كومونتير زوينين. بغينا القناة إن شاء الله تزيد تعرف وتألق بإذن الله، وهذا لن يتم إلا بفضل الدعم والتشجيع ديال المتتبعين والمشاهدين ديالنا. التحية للجالية المغربية اللي كيدعمونا وكيشجعونا وكيخليونا دي كومونتير وكيسولوا فينا، وتحيه لكاع الناس اللي كتعيط وكتسول فينا. كنقول لكم شكرا بزاف على السؤال وشكرا على الاهتمام، والله يحفظنا ليكم ويحفظكم لينا ان شاء الله، واللي يحشمنا مره اخرى مع الجميع. تسمحوا لي راه كنقطع الهضره لان ما شكيت عليكم، حيت واحد الدرسه هاد العشيه هادي ما البارح لا رديت البراءه، كان في شوية الحريق كنت نيت كنقطع الهضره البارح ولا كنصرتها اليوم، كذلك رانا محيدها. الله يحفظنا ويحفظكم، الله يشافي الجميع. كيف داز نهاركم اليوم الخوت؟ استفدتوا شويه؟ كانت شي بركه؟ كانت شي امور؟ كنظن كانت مزيانه البارح في القناه الا لابوات نوار اللي كانت ناقصه البارح، يلا عطات لو 5 بوحدو. لا ديرنيير مينوت كانت لو 5 جات، لو شوفر اكومباني كان لو 2 جا. لا سيليكسيون كانت فيها 5 و 2 اون تيت، كان فيها لو 11، لو 8 كان بارمي لي بتي نيميرو، كان هو لو بتي نيميرو ديال لاشين. دونك نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا شي شويه. ويكون داز النهار ديالكم زوين. الملاحظه الاخيره، راكم شفتوا كيفاش كانت الملاحظه الاخيره؟ كانت قلنا لكم غيكون ان سويفي، فعلا كان ان سويفي ديال 2 ان. حنا ما كناش غادي يجي ناويين غيجي داك لو ان، قلنا يقدر يجي مثلا 10 مع 11 ولا تجي 4 مع 5 ولا 8 مع 9 او لا 2 مع 3. صدق جا الواحد مع 2. دونك على اي، كيف ما كنقول لكم الملاحظه الاخيره، دائما بقاو تردوا مع هاد بال الخوت، راه دائما كتكون صائبه كيف ما كنقول لكم دائما 99.99% كتكون صائبه الملاحظه الاخيره. قليل فين كتراطي. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للكانتي ديال غدا باذن الله. الكانتي اللي غادي يكون في 29/9/2021 اللي غيكون في ارجنتين. ارجنتين كما كتعرفوا سي هادو لي تيران ديال البروفانس تاع
التيران ديال البادية ديال برا. غتكون لا ريونيون ان، غتكون لا كورس ان. بالنسبه للكورسه ديال غدا غتكون هي لا 11ام ايطاب ديال لو غرو ناسيونال دو ترو اتلي، يعني المرحله 11 بالنسبه لهاد البري هذا. لاطلي 2875 متر. هاد الكورسه غادي يكونوا فيها ثلاثه ديال الخطوط او ثلاثه ديال الصفوفه طروالين، تقسم على طروالين من 1 ل 6 غادي يديروا 2875. كاين الروكيل ديال 25 متر ابتداء من رقم 7 حتى للرقم 12، غادي يزيدوا 25 متر هادو يعني غادي يجريوا 2900. ومن الرقم 13 للرقم 16 غادي يرونديو 50 متر. بالنسبة لهاد اللي من 13 ل 16 الحدود كاين عند سولمون عند داك لو رقم 16 اللي نتمنوا انه يدير هو ونيفار شي كورسه زوينه وما يديرش لنا شي بيتيز، لانه باغي يرقي المرتبه ديالو يزيد بها القدام، لان جو بونس واش مكلاسي 7 ولا 8 ولا 9 في الكلاسمون اللي مديوره لحد الساعه. لوناف هو دابا اللي دار بالراس فيهم، وهو ولو دوز عندهم سميتو عندهم روتار يعني في مراتب مؤخرة شوية، وخصهم غادي يتقاتلوا 12 و16 غيحاولوا يتقاتلوا باش يقربوا للراس ديال الترتيب. ونتمنوا ان هاد المقاتله ما ديرش شي حاجه خايبه ويبقاو في لي بون زالير بجوج بهم وما ديسكاليفيوش. دونك لو سول غادي يكون دي سابل الرمله بلا، تيران غيكون بون. لاكورد غادا تكون ادروات، سطروا لي على دروات الله يحفظكم، لان ضروري خص يكونوا لي شوفوا زوينين كيديروا لا دروات. نسمعكم بالصحه والراحه. دونك سطروا لي كما قلت لكم على لاكورد ادروات، وقلبوا على اللي شوفوا اللي كيكونوا زوينين في لادروات وريغولي. كاينين 16 بارطون 16 متباري في الكورسه ديال غدا. الديبار غيكون ميدي 50 الوحده قبل القسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الجميل الغزال الحبيب به بماليه. لالين دروات غتكون زوينه غدا، لالين داريفي فيها 350 متر يعني غتكون ممتازه. دونك لي شوفو لي هما ريغولي وعندهم معلو الصابل عليهم دي بيلوت زوينين وعندهم السرعه النهائيه هما اللي غيكونوا في لاريفي. الكورسة المؤشر ديالها سهل، سيتادير كتقول بأن الكورسة غتكون سهلة بزاف. لا كورس اسي ديفيسيل يعني سهلة، المؤشر ديالها غادي يكون 6.5. دونك لا كورس اسي ديفيسيل لانديس دو ديفيكولتي 6.5 يعني طايح بزاف المؤشر. وإذا مشات الكورسة في هذا المؤشر هذا راه بونيس تروا ما غاديش يفوت الورقه ديالو الخلاص ديالو.
المشكل هو اللي نخافوا منه هو المنافسة الشرسة على لي برومي بلاس، باش كيما قلت لكم تطلع المراتب تقدم، بعض لي شوفو خصهم يصلحوا او يقادوا المراتب ديالهم، دونك غادا تكون منافسة. ونتمنى ان ديك المنافسة ما تديرش ما يديروش ديكاف، ما يهزوش، ما يديسكاليفيوش، وتبقى الكورسة في لي نورم ديالها. ونتمنوا غادي نمشيو دابا ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين، لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين، فاتحة سانتيوف بور لو كانتي دي 29/9/2021 اي كوم سوي. الارقام الاربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيوف لخماسي يومه 29/9/21 كالآتي: 12/16/9/3، 12/16/9/3. بالنسبة لا ديرنيير مينوت عندنا لو 12 رقم 12، بالنسبة لو شوفال اكومباني عندنا لو 16 رقم 16، بالنسبة لي سوبليمونتير عندنا 3 اي 4 3 4. غادي ننتقلوا ان شاء الله نمشيو لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو، سي دو نيميرو سوا ان سوا دو سوا اوكان الاريفي سون كوم سوي، يعني الطريقة النهارية عطينا جوج الارقام، هاد جوج الارقام هي واحد هي جوج هي حتى واحد الاريفي، هما 12/8. اذا 12/8 هي واحد هي جوج هي حتى واحد الاريفي، دونك 12 اي 8 سوا ان سوا دو سوا اوكان الاريفي. غادي ندوزو دابا ان شاء الله، عندنا واحد النويطة وداك لو شوفال اللي قلت لكم غنتبناو، ندوزو لا سيليكسيون ان شاء الله ونمشيو ليه. غادي نمشيو ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لاشين، لا سيليكسيون دو وي نيميرو دو لاشين فاتحة سانتور بور لو كانتي دو 29/9/2021 اي كوم سوي. ارقام 8 لخماسي يومه 29/9/21 لقناة فاتحة سانتور كالاتي: 12/16/3/4/9/5/6/10. أعيد: 12/16/3/4/9/5/6/10. بالنسبة لي شوفو سيربريز عندنا سولمون ان سول شوفال اللي هو لو نيميرو 8، عندنا رقم واحد في المفاجأة اللي هو رقم 8. بالنسبة لو بتي نيميرو او لو شوفال دو كومبليمون، لو بتي نيميرو اللي كيكون دائما تحت المفاجأة هو الرقم 2 لو نيميرو 2. يلا الخوت اللي دخل الله يجازيكم بخير، يدير لايك لاشين، شجعوا القناة ديالكم بالبصمة الإعجاب الخوت، رقوا بهاد القناة للأمام، لأن كل ما شجعتوا القناة كل ما غتكون عندها الاستمرارية، لانكم عارفين البصمه بالاعجاب ما كتشي ماشي كتعطي الفلوس للقناه، مي الشركه ديال اليوتيوب ملي كتلقى واحد الفيديو فيه
لي لايك بزاف، كتنشرو هي كتنشرو، كتعاون صاحب القناة وكتنشر داك الفيديو باش كيزيد يتعرف، او ميم طون كتعرف حتى القناة. عفوا. وهذا هو الهدف ديال البصمة بالإعجاب اللي دائما كنطلبكم باش تساعدوا القناة بالبصمة. دونك خوتي خواتاتي، كيف ما القناة ما كتبخلش عليكم، يعني أي حاجة توصلت لها أو معلومة توصلت لها كيف ما كان نوعها كتوصلها لكم بكل صدق وأمانة، لأن كتمنى لكم دائما القناة تربح وتسير. وأخوكم فتي حسان كيتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يجعله مفتاح وسبب ربح لكم. والله 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 غنكون جد جد سعيد. وأمي مطول، نتمنى أنني نكون عند حسن ظنكم ونكون كنفيدكم ونكون خفيف الظل على قلوبكم. دونك مرة أخرى، الدعم ديالكم كيهم القناة، قصد الاستمرارية. شجعوا القناة ديالكم الخوت بلي لايك، كيف ما كتستافدوا منها حاولوا تساعدوها. غادي نمشيو نهضروا لكم على لو نيميرو 3. هاد لو نيميرو 3 عود معتبر، المشكل ديالو ني با ريغولي، والمشكل ديالو كيف ما كنقول لكم بعض المرات على بعض اللي يشوفوا راسي لوي كي ديسيت، هو اللي كيقرر. دونك افيك سو 3 تو او اريان، افيك سو 3 تو او اريان، صافي يا ابيض يا سويد، يا غيكون في لاريفي يا غيديسكاليفي. ولكن انا غادي نغامر مع هذا العود هذا، وغادي نعطيه لا كونفيونس ديالي، غادي نعطيه الثقه ديالي، وغادي نصوت غدا الصالح ديالو ان شاء الله، وغادي نتبناه ونتمنى انه غدا يبقى في لي بون زالير وما يديسكاليفيش وما يخذلنيش وما يحشمنيش. دونك خوتي اللي بغيت تبناه معايا، اهلا وسهلا ومرحبا، ما يحملنيش المسؤوليه، باش نكون واضحين. انا الا غنتبناه كنتحمل المسؤوليه ديالو ليا انا وفيزافي لي زابوني ديالي ديال القناه، اللي كنشكرهم من هذا المنبر وكنحييهم وكنحييو كاع الناس اللي كتبعنا وكتشجعنا. واللي خاف منه خافوا لي ديسكاليفي، ما يتبناهش معانا. مي انا كنتبنى هاد لو 3، اللي بغيت يتبناه معايا مرحبا، والله يسر الامور للجميع. دونك خوتي، الى هنا نكون قد انتهينا من المعلومات ديال الكانتي ديال غدا ديال لو 29/9/2021 à Argentin, la 11e étape du Grand National de Troatlé. نتمنوا ان هذا الشيء اللي درنا يكون في المستوى المطلوب اللي كتطمحوا ليه ان شاء الله، باش تقدوا لي جو ديالكم. الله يسر لكم الامور، الله يجيب التيسير، الله يجيبها سمينه. ما تنساوش دعوتكم، اخوكم فتي حسن كالعاده اللي كيتمنى لكم دائما الربح والتيسير. ومرة أخرى شجعوا القناة ديالكم بلي جيم، البصمة بالإعجاب والبارتاج ولي كومنتير زوينين. الله يوفق الجميع، الله يسر الأمور، والله يجيب لكم التيسير، وتصبحوا لي على خير، وإلى اللقاء إن شاء الله.
في فيديو لاحق بإذن الله. ولي انتريسي بلا مونمون بغيت ابونا مع القناة، التليفون راه كيدوز في الشاشة، اتصل مرحبا.